هروب جماعي للإخوان من تركيا بعد علمهم نية تسليمهم لمصر، وهام السعودية تجري اختبارات للعاملين بمن فيهم مصريون. ننشر لحضراتكم التفاصيل على هذا الخبر وبيان ناري من مصر على المشروع الروسي المنافس لقناة السويس، وعاجل محمد رمضان يتسبب في إغلاق مطعم بدبي. بننشر ليكم كل التفاصيل عن هذا الخبر. في البداية صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وبيان ناري من مصر على المشروع الروسي المنافس لقناة السويس. علق الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس على ما يشاع حول المشاريع المنافسة لقناة، وقال مهاب مميش: لا بديل عن قناة السويس، وفي وقت سابق فكروا في 3 قنوات ومنها القناة الإسرائيلية، قناة القطب الشمالي وقناة نيكاراغو، والمسؤولون في هيئة قناة السويس يتابعون التطورات في هذه القنوات يوما بيوم. وأضاف مميش في لقاء مع برنامج الجمعة في مصر على قناة MBC مصر أن قناة السويس تعتبر شريان حياة ليس لمصر وحدها ولكن للعالم كله، والجميع رأى ذلك عندما توقفت لعدة أيام. وأوضح أن قناة القطب الشمالي الروسية في المحيط الشمالي المتجمد تعمل 6 أشهر في السنة عندما يذوب الجليد متابعا، ومنها يستنى 6 شهور لما التلج يسيح. ولما عملوا تجربة عدوا 47 سفينة في السنة، وإحنا 47 سفينة بنعديهم في يوم، وبالتالي فالجدوى الاقتصادية للمشروع ضعيفة جدا. وأفاد بأن القناة الإسرائيلية كانت تل أبيب ترغب في مدها من باب المندب ثم خليج العقبة ومنه إلى إيلات وأشدود، ولكن المسافة بين إيلات وأشدود وخليج العقبة حوالي 522 كيلومتر، ولكي يحفروا هذه المسافة كلها فإن التكلفة رهيبة، ولذلك فكروا في مد خط سكة حديد من إيلات إلى أشدود، ولكن عربة السكة الحديد تستطيع حمل كونتينر واحد فقط، فيما تحمل السفينة الواحدة 25,000 كونتينر، وبالتالي فإن تفريغ مركب واحد أمر صعب، ولذلك فإن قناة السويس لا بديل عنها. وكأن الرئيس الروسي بوتين قد أعلن أن روسيا ماضية في بناء أقوى أسطول من كاسحات الجليد في العالم. بوتين قال أثناء كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس أمناء الجمعية الجغرافية الروسية: تواصل روسيا بناء أقوى أسطول لكاسحات الجليد بما فيها كاسحات الجليد العملاقة مثل كاسحات الجليد ليدر التي لم يقم أحد ببناء مثلها سابقا. وأضاف أن حركة المرور عبر الدائرة القطبية الشمالية قد تصبح على مدار السنة في السنوات القليلة القادمة. المصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية، وأترك لحضراتكم التعليق. وهل أنتم شايفين أن المشروع الشمالي الملاحي الروسي هل ده هيأثر على قناة السويس أم لا؟ وجهة نظري البسيطة، أنا شايف أن يعني هذا المشروع هيكون فاشل جدا، لأنه هيبقى من وجهة نظري هيبقى من الصعب او من المستحيل ان السفن هتمشي في الجليد حتى لو في كاسحات جليد. يعني الموضوع الى حد ما صعب جدا. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الاحمر اسفل الفيديو. يلا ندخل على تفاصيل الاخبار. ننتقل لخبر اخر معانا، هام السعودية تجري اختبارات للعاملين بمن فيهم مصريون. أعلن نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية عن بدء إجراءات التحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها بمن فيهم المصريون. وقال نائب رئيس الاتحاد عادل حنفي إن الإجراءات تأتي ضمن برنامج الفحص المهني، حيث أنه من المقرر أن يبدأ التحقق بشكل تدريجي يتناسب مع حجم المنشأة، بحيث تكون المرحلة الأخيرة في مطلع يناير عام 2022. وقال إن العامل الذي لن يجتاز الاختبار سيغادر أراضي المملكة العربية السعودية على الفور، ويضاف إلى ذلك أصحاب المهن القادمين من جمهورية مصر العربية سيتم اختبارهم من مراكز دولية متخصصة في مجال التدريب المهني، ومن يجتاز الاختبار النظري
والعملي سيسافر للسعودية مثل العمالة المتواجدة في المملكة العربية السعودية. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة أطلقت في 7 مارس من العام 2021 برنامج الفحص المهني، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. المصدر معنا كامل الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق فيما معناه ملخص هذا الخبر، إن السعودية هتقوم باختبار العاملين المتخصصين في مهنة معينة، هتقوم باختبارهم يعني هل هم صالحين في المهنة دي ولا لأ. لو صالحين هيخشوا يشتغلوا في المملكة العربية السعودية عادي جدا، لو مش صالحين أو مش بيشتغلوا أصلا في المهنة دي فمش هيشتغلوا في المملكة العربية السعودية، ده بكل بساطة. وطبعا منهم مصريين. وننتقل لخبر آخر وعاجل، تفاصيل هروب جماعي للإخوان من تركيا قبل تسليمهم لمصر. أوضحت المصادر لصحيفة سكاي نيوز العربية أن 3 من عناصر التنظيم المطلوبين في مصر غادروا إلى هولندا خلال الأسبوع الماضي، فيما يبحث العشرات عن وسيلة للسفر إلى أوروبا أو كندا، لكنهم يواجهون صعوبات بسبب عدم توافر أوراق رسمية لديهم، خاصة أن معظمهم قد غادر مصر قبل سنوات بطرق غير شرعية ولا يحمل أوراقا ثبوتية. المصادر أشارت أن السلطات التركية بدأت بالفعل مراجعة الأسماء المطلوبة لدى القضاء المصري، والتي سبق وقدمت بها مصر عدة نشرات لدى الانتربول الدولي مرجحة ألا تقدم تركيا على تسليم قيادات البارزين من مجموعة الصف الأول في التنظيم بسبب التفاهمات مع التنظيم الدولي، لكنها ستقدم عناصر أخرى لمصر، كما سبق وقدمت محمد عبد الحفيظ المتهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات. المصادر أكدت أن حالة من الرعب تسيطر على عناصر التنظيم المتواجدين على الأراضي التركية في الوقت الحالي، وطبعا خايفين لن يتمسكوا ويتسلموا لمصر. أشارت أن عدد الإخوان في تركيا قد تجاوز 20,000. المصادر لفتت أن مجموعات حاولت التواصل مع قيادات التنظيم لبحث المساعدة في الخروج من تركيا لكن دون جدوى. المصدر معانا كان من سكاي نيوز عربية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام، ويعني أنا شايف إن شاء الله أن العلاقات بين مصر وتركيا هتكون أفضل بسبب الإجراءات اللي حكومة أردوغان عملتها للمصالحة مع مصر. دي وجهة نظري، قد تكون وجهة نظر حضرتك مختلفة، اكتبها لنا في التعليقات، يعني احنا بنقرأ تعليقات حضراتكم. ننتقل لخبر آخر معانا وعاجل، محمد رمضان يتسبب في إغلاق مطعم بدبي. وقدم الفنان المصري محمد رمضان على صفحته انستجرام اعتذارا لمطعم في دبي بسبب غلقه 5 أيام بعد تجمع الجمهور حوله أثناء غنائه. المطعم ده يعني اتقفل لمدة 5 أيام. المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية وإنستجرام، يعني أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، يعني أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ومتقلتش عليكم، يعني أنا حبيت أجمع لكم الأخبار المهمة في الوقت الحالي والعاجلة. وكان معكم إسلام الأمير، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.